ربي يخليك يوسف، كي عامل المزيانين؟ مونا أنجلز بقل يعني الناس عرفتني، يمكن عارفوني الناس حتى المظاهرة ديال طنجة اللي كانت على داك الموضوع، لكن مونا أنجل يعني معروفة من قبل عند فئة ديال الناس. مونا أنجل فنانة مغنية ملحنة كاتبة شاعرة ممثلة ومخرجة أحيانا موديل، جمعت من كل خدت من كل فن طرب. المشكل اللي عندي مع داك مع الاعلام، ماشي كاع الاعلام خايب، راه هضرت على الصحافه النزيهه اللي كاينه في المغرب كله، وانا لا كتشي وحده كترف اسرار ديال الاعلام المغربي راه هي انا. هضرت على الاعلام المغربي النزيه شكون هما وسميتهم، وهضرت على الاعلام المغربي ايضا اللي نقدروا نقولوا مشري او يقدر يبيع راسه رخيص او يقدر يعمل اي حاجه من اجل اهدافه الشخصيه. هادو اللي بغاو يعرفوا، درت ديك الفيديو ديالي عندي درتو وذكرت الاسماء ديالو. المشكل اللي وقع لي مع هذا الاعلام هذا هو في ديك المظاهره اللي نص انا خارجه كندافع على على على, 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 على ولاد بلادي، على المواطن المغربي البسيط والغني وكلهم، يعني جمعت وعرضت نفسي للخطر، وراه شفتوني شنو قلت وكذا، ووصلت نفسي حقا للخطر باش في الاخر هما بلاص ما ينقلوا الحدث كما هو كما نقلوه كاع الصحافه، لا هما شدوا الموضوع كيقولوا باللي هذه متحوله جنسيا او متحوله، المهم ما عرفتش شيء ما القابل هذا. هاد اللي ما عجبنيش انا ماشي شتي، لو جيت عندي صحافي يقول لي هضر لي في شي موضوع من هاد المواضيع هادو نقدر نمشي ندي ونجي معاه في الكلام، لكن نسينا خارجه كتقاتل على موضوع واحد كيشد لك موضوع اخر وكيش يحطو عليك، ما من خديتي الاذن، فين القانون؟ شنو عندك بلاك صافي درتك غتفليس منك بهذه السهوله؟ ما حتى حاجه ما كدوز عندي بسهوله، واخا تاخر الموضوع تاخر حيت كتماتت الجده ديالي، من بعد دخلت داك الشيء مع شويه يعني اشغال عائليه وصافي، اما انا ما كنتنازلش وحقي غناخذو وبالدوبل، والا ما تكونش الدوله ديال الديمقراطيه وديال الحق والقانون، ولا ما كانش يعني حقي غادي يتاخد، حسك عندي بزاف ديال البيبان غنطرقهم، حسك نشوفوا المشكل اللي قصني. ما يقصني شي حد ما يهضرش عليا اساسا بدون اذن، ان شاء الله ما يقولش عليا تسمى، وانا شعره طوال ما يقولهاش بدون اذن، فما بالك بيهضر هو شي حاجه كيقول لك تحول جنس، يعني حتى جنس، يعني السيد حيد لي السروال، يعني السيد دخل حاجات شخصيه، واش فهمتي؟ يعني اش دخلوا ما في ديك الاشياء هذيك؟ حنا كنهضروا على الناس، باغي نوعيوا الناس على واحد الموضوع، ما كنهضروش على شني منى او اش دارت منى او فهمتي، يعني الناس ما عندهمش الحق. لا لا لا، لما صورت معاه ما حتى حاجه، انا هذاك الفيديو تاعي هما عين الزهره ما صوروش، هما ان ديريكت ما كانوش في متواجدين، وما كانوش متواجدين في الصحه هذاك في الوقيته هذيك، ما صوروش، اللي هما هزوا الفيديو من قناه اخرى وداوه نشروه، حيت ديك القناه اللي هزوا لنا الفيديو سبق لي مولاه هضر معايا وقال لي وديه صاحبي وكذا كذا، قلت له صاحبك ما كيهمنيش، انا راني فضحت عند في القناه ديالي وقلت له داك صاحبك ها شكون واش كيدير واش كيدير، وعلاش نشر عليه داك الموضوع، هذاك حساب شخصي كيصفيه. نظرك شنو السبب اللي بزاف ديال الشخصيات كانت حاضره اختارت انتينا وكنت متحول الناس؟ لا هما كاع داك الصحافه اللي كتبت على هذه القضيه هذه خدات الخبر، نقلت الخبر منهم فقط، نقلوا غير الخبر، حيت لا دخلتي صحافه اخرى غتلقى الخبر كما تقال عند هادوك نفسه بالحرف والنقطه، غير نقلوا الخبر فقط. وكاين شي صحافه نزيهه من نقلت الخبر، وعيطت متواصلت معاهم وقلت لهم ودي كذا كذا، قال لي انت منى أنجل الحشومه وكذا، ومسحوا ديك احتراما ليه حيت كيعرفوني، وهاد المسخين حاشاكم عادي، وهضرت معاهم باحترام، قلت لهم ودي انتم علاش نشرتوا عليا، انا هي منى أنجل وكذا، هي اللي كانت في ديك المظاهره، انتم نشرتوا عليا شي خبر وكذا كذا، ما عندكمش الحق، حتى لو افترضنا داك الشيء يكون حقيقي اصلا ما عندكمش الحق تنشروه. دابا كنت كنستنى غير الوالي يدخل حد دايره واحد اللقاء ديال الوالي، بغيت نتلقاه والي طنجه، قدمت له طلب، غنتلقى مع الوالي وغنهضر معاه في هذه الامور هذه اضافه لامور اخرى، وسي كنشوفوا الا كاين شي قانون في البلاد غادي يبان، ما كانش ايضا غادي يبان، وكل شيء غيبقى على راس القصبه باش العالم يعرف. واخا ارتباطا بهذه المواضيع هذه سمعت في ايام ديال المظاهرات كنت ربما ضد التلقيح وما شابه ذلك، ولكن كنشوف من الناس الحريصين على الكمامه،
انا دائما كنصح بالكمامه لحد الان ودابا عاد كنصح بها اكثر. راكم شفتوا النحل شنو وقع له، النحل اللي جلس كيموت راه ماشي يوصل ويموت او سياره، راه كاينه شي حاجه كدور في الجو. وما بغاش نهضر على شي اسرار خطيره عندكم هنايا، اللي بغى مواد بحال هذه يدخل عندي القناه ديالي، راه كنحطاهم احتراما للقناه ديالكم. فالكمامه كنديرها وكنصح بها انايا، اللي بغى يتبعني يتبعني، ما بغاش هو حر عادي، وانما انا كنصح بها حتى نعرف اش كاين، واللي بغى يعرف اش كاين انا قلت يدخل يقلب راه كاين عندي داكشي. شنو وقع لك مع باطمه؟ شكون باطمه؟ اللي مؤخرا شفت ليها بزاف في فيديوهات ديالك. باطمه هذيك واحد الخلاف بسيط كنوقع بيني وبين ابتسام باطمه. عيشي ماشي دنيا باطمه؟ لا ماشي دنيا باطمه، ابتسام. كتدخلنا في شي نقاش هكذا، وقدر نكون تسرحت في واحد الحاجه، جا الزوج ديالها هضر معايا باحترام باسلوب محترم وكذا، صافي فوت الموضوع. ولكن اتضح لي ان دخلت عليا من بعد بواحد بحساب اخر، واحد بسميتها واحد بلا سميتها، وبقات كتقلل عليا احترام شي هضره ما عجبتنيش. فانا وجهت لعده الميساج داك الفيديو يعني جوابا على الكلام اللي قالت عليا وصافي. هو ماشي اشهارات يعني المنتوجات، هو انا دائما كنصح الجمهور ديالي بالحاجات اللي كنجربها انا، انا ما نقولش للجمهور ديالي يعمل شي حاجه انا ما جربتهاش. الصالون اللي بانت فيه انا ديال ازاله الشعر بالليزر وديال القماش ديال الوجه وديال شي حاجه هكايا راه عندي في القناه، نصحت بهم. حاجه اخرى بالنسبه للماركه اللي درت انا ديال الشفار وديال الحاجب الحجبان وديال الشعر طويل، اللي بغات تطول شعرها في واحد الوقت يعني وجيز قصر بزاف، ايضا كنصحتهم وقدمت لهم نصائح وقلت لهم دخلوا عندي ونعطيكم يعني اسرار. الجديد الفني عندي واحد اغنيه ديالي، واحد اغنيه ديو مع واحد الفنان مشهور كيدير الراب، قال لك كتعرفو داك كتعرفو كتعرفو انت، سبق لك يمكن سجلتي عند سبق لك قدمتي عنده انت، هذاك غادي يكون عندي معاه شي عمل عام قريب قريبا قريبا، غير هو يطلق الالبوم ديالو. ما تقدرش تعبر على الاسم ديالو؟ لا خليها مفاجاه مفاجاه، يعجب من داكشي. طيب موني شنو هي رسالتك كما العاده للمنتقدين ديالك والجمهور اللي كيبغيك؟ الرساله للمنتقدين ديالي كنقول لهم ما عندكم ما تصوروا من وحده ما كتهمهاش، ما عندهاش نقط ضعف وما كيهمها حتى حاجه غير ان تقول كلمه حق، والهدف ديالي يكونوا الناس عايشين بخير ومزيانين. ودائما شو انا واخا تلقوني جلسه كنقي الاشهار جلسه كنقي شي حاجه اخرى بعادين على الموضوع اللي بانت به، ولكن النهار اللي نشوف بلي شي حاجه غتقيس المواطن المغربي راه غنجي نهضر فيها، واخا نعرف راسي نمشي عليا بالاعدام. وبالنسبه للمنتقي بالنسبه للجمهور ديالي اش غنقول لهم؟ شكرا وكنبغيكم وخليكم ديما متبعيني، انا بكم كنبقى. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.